والسلام والابن والروح القدس الاله الواحد امين. زي ما قلنا الصبح كده في العزة العنجليزي ان ده اقرب حد من عيد العذراء، حد الثالث في مصر، فبتلاقي فيه إشارة لأم النور: من يصنع مشيئة أبي وأخي وأختي وأمي. والنهاردة بالمناسبة دي عاوز أكلمكم في موضوع عنوانه عائلة الله. عائلة الله، كلنا بنحس كده أن أم النور دي أمنا كلنا. والحقيقة المسيح كمان وضح إن كلنا مدعوين نكون أفراد في العائلة الإلهية. طبعا ده اتضاع كبير قوي من إلهنا إنه يجعل الرماد ليهم مكانة. طبعا الكرامة اللي احنا ممكن ناخدها بدأتها أم النور لما إدت الجسد للمسيح وأخذ منها الجسد. اللي مع إنجيل ويحب يتابع معنا ممكن يفتح حزقيال 16 عدد 3. الحتة دي ظريفة قوي لأنه بيوضح إزاي الملك العظيم بيرتبط بفتاة فقيرة جدا. وهو ده بقى اللي احنا ازاي صرنا عروسه يعني، وازاي صرنا من ضمن اسرته. احنا دخلنا في الاسرة ان هو المسيح اتجوز الكنيسة، بس مين الكنيسة بالنسبة له؟ فتاة حقيرة وهو الملك العظيم. فهو كان ليه في سفر حزقيال تعبير على هذا. نقرأ حتة منه كده في حزقيال 16:3 بيقول: هكذا قال السيد الرب لأورشليم: مخرجك ومولدك من أرض كنعان، أبوك أموري وأمك حثية، أما ميلادك يوم ولدت فلم تقطع سرتك. يكلم إسرائيل بس في شخص امرأة، يعني يكلم إسرائيل كله بس في شخص امرأة. فبيقول أنت يعني أصلا مش تبعي، إنما أنا تبنيتك. يعني يوم ولدتي لم تقطع سرتك، يعني مهملة، لم تغسلي بالماء للتنظف، ولم تملحي تمليحا، ولم تقمطي تقميتا، لم تشفق عليك عين لتصنع لك واحدة من هذه لترق لك، بل ترحتي على وجه الحقل بكراهة. عمال يقول ان انت اصلا زي ما تقولوا ايه، لقيتة. انما بيقول: مررت بك ورأيتك مدوسة بدمك، فقلت لك بدمك عيشي. يعني مر عليها فلقاها ايه، غرقانة في الاهمال. قلت لك بدمك عيشي، جعلتك ربوة كنبات الحقل. اخذها بقى ورباوتي وكبرتي وبلغتي ونبت شعرك وكنت عريانة، فمررت بك ورأيتك، وإذا زمنك زمن الحب. قعد يجمل في الفتاة ديت لحد ما صنع منها إيه؟ عروس ليه، ولبسها بقى أجمل لبس وحط عليها الزيت وغسلها بالماء وحط فيها الحلي. يجي في الآخر: جمولتي جدا فصلحتي الى ايه؟ لمملكة. جمولتي جدا فصلحتي لمملكة. هو ده الوضع بتاعنا، ان احنا ملناش قيمة، انما جه المسيح عمل مننا قيمة ودعانا لدرجة ان هو ايه، نكون من الاسرة بتاعته. فيقول كده بولس الرسول: لستم بعد غرباء في افسس 2 ونزلاء، بل ايه، رعية مع القديسين وأهل إيه؟ بيت الله. رعية مع القديسين وأهل بيت الله، يعني اللي فينا يبقى فعلا عايش مسيحيته يصير إيه؟ من ضمن الأسرة الإلهية.
وبرضو في روميا 8 بيتكلم عن المسيح انه اخ كبير. يقول روميا 8:29 اللي سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين ايه صورة ابنه ليكون هو بكرا بين ايه اخوة كثيرين. شوفوا الكرامة. يعني هو ما عادش يعني سيد بعيد عننا، لا ده صار ايه بكرا بين اخوة كثيرين، نقول له اخونا الكبير. ولما جه المسيح قبل الصليب يتكلم مع الله الآب ويصلي لأجلنا، يقول إيه يوحنا 17:21 ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك. يعني بيصلي إن إحنا كلنا نتحد به، نكون جوه العلاقة اللي بين الآب والابن، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني وأنك أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، يكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. شوفوا الكرامة. اللي يقدر يفهم قيمة المسيحي ونظرة ربنا ليه ما يغلطش. احنا بنغلط لأن احنا مش عارفين قيمة نفسينا، مش لأن احنا بنحب الغلط. احنا مستهترين، ما أنا ضايع، أنا كلي غلط، أنا ما لا. انت قيمتك مش كده، ونظرتك لنفسك المفروض ما تبقاش كده. انت نظرتك انك ابن الملك العظيم، انت عضو في الايه في الـ في الـ في العائله الالهيه. كويس. من ضمن القرايات النهارده بقى كان فيها ايه شويه اشارات على العائله الالهيه ديت، على العائله الالهيه ديت. شوفوا بقى العائلة ديت كل أعضائها ملوك، كل هي عائلة ملوكية وكل أعضاء العائلة دي ملوك. شوفوا في رؤية 1:5 يقول إيه الذي أحبنا وغسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا إيه ملوكا وكهنة لله أبي. يبقى احنا ايه بقينا كلنا ملوك. ينفع الملك يلعب في الشارع؟ ينفع الملك يأكل من الزبالة؟ ينفع الملك ان هو يستجدي العطف؟ سعد لو سمحت افتح الكرايروم. المملكة دي ليها دستور، عارفين ايه الدستور بتاع المملكة دي؟ ها؟ كلمة ربنا بتاع الكتاب المقدس. عشان كده النهاردة يقول ايه من يصنع مشيئة أبي، هو ده الدستور. ومشيئة أبي عرفها منين؟ من الكتاب المقدس. هو أخي وأختي وأمي. وبرضو جه السيد المسيح بيكلم التلاميذ قبل الصليب يقول لهم أنتم أحبائي إن فعلتم إيه كل ما أوصيكم به. يبقى إحنا لما نفعل وصيته إحنا بقينا أحباءه. لا أعود أسميكم إيه عبيدا، ها؟ لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعتم من أبي. أخذين بالكم؟ يبقى إحنا الدستور بتاع المملكة دي في كراي روم مفتوح يا جماعة. الكراي روم مفتوح. يبقى لما أصنع مشيئة أبي، مشيئة المسيح اللي أنا معرفها من الإنجيل، يبقى أنا ماشي حسب دستور المملكة ديت. المملكة ديت مملكة سلام، لأن الملك بتاعها اسمه إيه؟ ملك السلام. كويس. المملكة دي فيهاش مكان بقى الإخصام ولا الكراهية ولا الحقد ولا الانتقام، صح؟ احنا المفروض عايشين المملكة دي هنا، ملكوت الله داخلكم. فلازم ناخد بالنا ونفكر نفسينا ان الشيطان عمال يوز فينا، عمال يتكلم في ودانا،
واحنا المفروض نبقى صحيين وواعيين لألا ايه نلخبط الايه النظام بتاع المملكة اللي احنا اعضاء فيها. النهارده السيد المسيح بيقول له انت بعد زبول تخرج الشياطين، قال لهم لو المملكة انقسمت على ذاتها ايه تخرب. وفعلا الشيطان مش منقسم على ذاته، ايه رأيكم بقى؟ اللي هو بيعمل انقسامات في الدنيا كلها، مملكته متحدة. مملكته متحدة، تلاقي الشياطين يشتغلوا مع بعض مية مية وينجزوا مية مية وياخدوا عشرة على عشرة في الايه في الانجاز. احنا اللي ايه خيبانين ونتخانق وننقسم ونيجي ضد بعض، مش فاهمين. عشان كده النهارده في بولس رومية 16 يقول ايه، اطلب اليكم ايها الاخوه ان تلاحظوا الذين ايه يصنعون الشقاقات. خلي بالك اوعى تخضع للايه للانقسامات ديت، خلافا للتعليم الذي تعلمتموه اعرضوا عنهم، لان مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح بل ايه بطونهم ذواتهم يعني. والاقوال الحسنه يخدعون قلوب السلماء. انما هنا يقول ايه اريد ان تكونوا ايه حكماء للخير وبسطاء للشر. كراي روم مفتوح على فكره، كراي روم مفتوح. وفي أفسس 4 يقول مسرعين إلى حفظ إيه وحدانية الروح، دي بنقراها الصبح في باكر، ها مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح برباط الإيه الصلح الكامل. أهو ده المملكة، ما تخليش الشيطان يكسب ويخليك إيه تقوم على أخوك وتقومي على أختك، بالعكس ده أنا إيه أغلبه ونفضل في وحدة، نفضل في وحدة مهما حصل. وما تخافش كرامتك مش هتتهز ولا حاجة. المملكة دي فيها خضوع لله. الكراي روم مفتوح. المملكة دي فيها خضوع لله. النهاردة في الكسر يكون ايه يقول ايها الخدام كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة، ليس للصالحين المترفقين فقط بل للعنفاء أيضا. الخضوع دوت علامة من علامات أعضاء المملكة ديت. ويقول النهاردة الجزء اللي كنا بنقراه في القداس يقول إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا متألما بالظلم، لأنه أي مجد كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون، بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون فهذا فضل عند الله. كويس، وقال لنا بقى ان احنا نمشي في الخطوات بتاعته. وبرضه كان يقول برضه في الكاثوليكون للنساء كن خاضعات، ها كن خاضعات لرجالكن. يبقى الخضوع بمحبة يعني ده من ضمن علامات المملكة دي. من ضمن علامات المملكة دي أو صفات المملكة دي إن أعضائها ليهم سيرة داخلية حلوة. ممكن منظر من بره ضعيف، إنما الجوه جميل. ها مجد ابنة الملك من إيه؟ من داخل. شوفوا النهاردة برضو في الكاثوليكون بيكلم النساء ويقول إيه؟ يقول لتكن لا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل إنسان الإيه القلب الخفي في العديمة الفساد. يبقى هنا المملكة دي أعضائها لهم جمال داخلي، لهم جمال داخلي. يا بخت اللي عمال إيه يجمل إنسانه الداخلي. يعني ايه جمل انسانه الداخلي؟
يعني يحاسب نفسه ويدرب نفسه على الخير ويدرب نفسه على الفضيلة ويعلم نفسه التسامح ويعلم نفسه الهدوء. واخدين بالكم؟ أو ده الجمال الداخلي، ده الجمال الداخلي. أعضاء المملكة دي، المملكة دي أعضاءها سواسية، ما يفرقش كبير أو صغير، راجل أو ست. لأن النهاردة برضو في الإبراكسيس كان بيقول إن بولس راح عند فيلوبس المبشر، كان عنده كام بنت؟ 4 بنات كنا إيه؟ يتنبأنا. 4 بنات كنا يتنبأنا. يعني إيه؟ الروح القدس شغال مع الرجالة، شغال مع الستات، ويعطي النبوة ويعطي كل خير وكل بركة. كل نفس في المملكة دي ممكن تقول أنا عروس للملك. كل نفس في المملكة دي ممكن تقول أنا عروس للملك. وأصر المسيح في كذا موقف إن هو يقدم نفسه إن هو الإيه؟ العريس. إن هو العريس، وإن كل واحد فينا هو الإيه؟ العروس، زي المثل بتاع العذارى الحكيمات وكده هوت. كويس؟ كل عروس من دول تحمل ايه؟ اسم مين؟ اسم الزوج، زي ما بيحصل هنا كده. كل عروس من دول تحمل ايه؟ اسم الزوج. عشان كده في اخبار التانية لما سليمان اسس الهيكل يقول ايه؟ اذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم. اذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم، ها؟ وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الرديئة فاني اسمع من السماء واغفر خطيتهم وابرئ ارضهم وتكون عيناي مفتوحتان وذناي مصغيتان الى صلاة هذا المكان. واخدين بالكم؟ يبقى هنا العروسة دي مدعوة باسم ايه؟ العريس. ها؟ شعبي الذي دعي اسمي عليهم. وبرضو الحتة اللي بدأنا بيها في أفسس 2 يقول إيه؟ لستم إذن بعد غرباء ونزلاء، بل إيه؟ رعية مع القديسين. يعني كلنا كده، كلنا كده إيه؟ إيه؟ رعية واحدة، قطيع واحد. عشان كده إحنا أما يجي مثلا حد مثلا ينتقل والده ولا والدته يكونوا ناس أتقياء، نقول له إيه؟ يا بختك بقالك حد في السماء. دول نبص لهم وننادي عليهم، زي برضو ما احنا من حقنا إن احنا ننادي على أم النور وعلى القديسين وننادي عليهم، دول الأسرة بتاعتنا. بس المهم إن احنا نبقى واعيين لنفسينا عشان خاطر نمشي إيه في تقليد الأسرة دي. كل أسرة لها التقليد بتاعها. عاوزين نمشي في تقليد الأسرة دي. دول مبنيين على أساس الرسل. الأساس بتاع الأسرة بتاعتنا تعليم الرسل اللي هو أيضا جميل من المسيح. كويس؟ أساس الرسل الأنبياء اللي هو العهد الجديد والعهد الإيه؟ القديم. ويسوع المسيح نفسه إيه؟ حجر الزاوية اللي مربطنا كلنا، هو السيد المسيح. الحاجة المشتركة بيننا جميعا السيد المسيح. عشان كده بيجي حد يقول لي أنا 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 بشتم، أقول له إزاي بتشتم اللي خلقه ربنا؟ كأنك بتشتم اللي خلقه، والكتاب بيقول لنا كده. فخلي بالك، خلي بالك، إحنا في الأسرة ديت رابطنا المسيح، رابطنا المسيح اللي محك اللي يحكمنا المسيح، ضميري نحو المسيح. وحتى لما أجي أخدم أقول أنا بخدم من أجل المسيح، مش من أجل أن حد يشكرني. كويس؟ الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو إيه؟ هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله إيه؟ في الروح. مسكنا لله في الروح. ياريت إحنا الأيام دي كده نبص العذراء ونناديها يا أمي، ونعيش كده بالفكر دوت ان انا عضو في مملكة، وان انا ممكن اقول للعذراء امي، وممكن اقول للتلاميذ ان دول ابائي واخواتي، ها، والقديسين دول كلهم
جنبك بيسندوك, صحابة مش شهود. عشان كده لابد ان انا اخد بالي من نفسي واخد بالي من اسم العيلة اللي انا منها, والتقاليد بتاعة الاسرة بتاعتي اتبعها وامشي بدستور المملكة ديت, واعرف امتي اني ملك ابن ملك, فما يجيش الشيطان يضحك عليا. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة, له المجد في كنيستهم الآن وإلى الأبد آمين. تفضلوا نصلي. ليس لنا دلال عند ربنا يسوع المسيح سوى تلبتك وشفاء نشكرك يا من أتيت بنا يا رب لهذه الساعة. نشكرك يا رب من أعطيتنا أن ندعى لك يا بنين. نشكرك يا رب من دعوت اسمك علينا. أعطينا يا رب أن نسلك بهذا القانون وأن نحيا كما يليك لمن دعي اسمك عليهم. أعطينا يا رب ضمير صالح. أعطينا أن نتحلى رب بالمجد الداخلي. بارك لشعبك, بارك لأولادك, بارك الخدمة, بارك الكنيسة, واذكر كل من هم في ضيق يا ربي, واحرس أولادك في كل مكان. بركة أم النور صاحبة هذه الأيام, قديس أبانوب, ملاك ميخائيل وكل مصاف قديسيك, اسمعنا نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات. حبة الله الآب.